اقول بارود غنى عز اقول بارود غنى ما لح نركع ما لح نركع ما لح الا الله لك لا اله الا الله والاسد عدو الله. هذه وقفه تضامنيه مع اهلنا مع اخواتنا مع اولادنا مع اطفالنا اللي بحلب، وهي تنديدا للشعب الامريكي والسوري والعربي والمحتى المسلم منهم اللي ما هو لا اله الا الله من قلبه لو كان مسلم، لانه الكافر وقف معنا كلمه واحده بس، ونحن بدنا من واقف معنا، ونحن ما قلنا طلعنا انه ما لنا غيرك يا الله، من تم نحن اللحظه هي انه ما لنا غيرك يا الله، وهن عم يجهزوا لنا الباص الخضر ورح نطلع بباصات الخضر باسم واحد احد، حنطلع بباصات الخضر على الاصل الجمهوري، على الاصل الجمهوري صار لنا باسم واحد احد، ما بنخاف. وهي الغوطه 14 مره تعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسباق، وان شاء الله ثابتين ثابتين ثابتين. الاسلام جاي لك كل العشام وباصاتك ما راح تنطاق، لك باصاتك ما راح تنطاق، اذا ما حارست وهربين حمري وسابا وجسرين من الغلطه مالنا طالعين وباصاتك ما راح تنطاق.